هلا ولادي سجلت من حبايبنا الكلاب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كشتم يا حلوين حبايبنا. مثل ما انتم شايفين نزلت الحاضنه الجديده يا اساطير حبايبنا، حاضنه الشنوبي، كلياتنا كنا منتظرينها حبايبنا. طبعا حبايبنا يعني ما عرفت شفتوا الفيديو نزلت لكم اياه من خمس ايام ولا ما اعرف كم حبايبي. المهم شباب، هاي هي حاضنه الشنوبي شباب الاسطوريه. سو شباب مثل ما انتم حبايبنا شايفين، خلينا نستعرض لكم بشكل سريع السكنات والكم يلزمها من التوكن، ما التوكن هلا والى اخره. طبعا شباب مو توكن، لك شو شباب لك ال الاحجار والحبيبي، والله فهمت علي، والله الصور. طبعا شباب اول واحد ما هون عندنا يلزمه ثلاثه من الاقنعه وخمسه من الاحجار، الثاني واحد حبايبنا يلزم له اثنين من الاقنعه وخمسه من الاحجار حبايبنا، اوكي يعني فرق واحد فقط. بالنسبه للثالث هذا شباب عندنا هون يلزمه اثنين من الاقنعه واربعه من الاحجار حبايبي، عندنا هذا الاول والاخير يلزمه اثنين من الاحجار وواحد من الاقنعه ليديز اند جنتلمان. طبعا شباب يعني بشكل يعني خلينا نشوف يعني بالنسبه لي شباب افضل سكنين واحلى سكنين بهذه الحاضنه شباب هم الاول هذا والاخر شباب. دائما الاحظ دائما بكل حاضنات حبايبي دائما بيكونوا السكنات الاولى والاخيره بيكونوا افضل شيء حبايبي. سو ليز اند جنتلمان شباب رح نحاول نبلش نحرق، اوكي؟ بس ولكن قبل ما نبلش بالمقطع حبايبي نبلش اي شيء، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتجات يا حلوين عشان كثير متحمسين ندخل على الحاضنه بسرعه نبلش نحرق. طبعا شباب اكيد شايفين هون فوق، اوكي؟ عندنا أربعة من البطاقات و1400 جوهر. شباب لا رح نشحن جواهر وراح نشوف شو راح يصير معنا ليديز اند جنتلمان. اول شيء خلينا نضرب هذول الشباب ونشوف الوضع يا ليديز اند جنتلمان، اوكي؟ كثير متحمس، ليتس جو ونبلش بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تمانو اول خمس لفات يا بوي، ان شاء الله يطلع لنا شيء هيك شيء قناع او اي شيء جميل جدا حبيبي والله. اعطونا شيء قناع ولو بليز، قناع ولو يلا معلم، بدنا قناع يا زلمه، شيء حجر قناع. حبايبي والله انا حاسس انه الوضع راح يكون اوبا قناع نايس حلوه، هاي قناع شي مرتب شباب، اول قناع شباب امنا، اول قناع حبايبي شي لوز اللوز، اول قناع يا بوي يلا يا اساطير هيك امنا اول قناع. يلا ضرب الخمسه شباب حبيبي والله، بدنا اقنعه شباب، بدنا اقنعه يا اساطير، اول قناع لا والله شو لكم على القناع يا زلمه، ليش هيك ما بده يجيب لنا القناع يا شباب؟ والله الحاضنات بكرههم شباب لانه حاسس بيض بالحاضنات، بس الله يضرب علينا. شو فرق؟ فرق شباب. طبعا شباب انا دائما هيك بيصير معي، هيك راح رست اللعبه، اوكي؟ وبنفس الوقت بدنا نشحن الجواهر شباب. اوكي شباب يلا ندخل على اللعبه يا اساطير. التمانو طبعا حبايبي ندخل هون على الحاضنه، خلينا نشحن جواهر الشباب الحلوين. شوفوا 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 الجواهر شباب، شوفوا شوفوا الهاكر جواهر، شوفوا حبايبي ركزوا معي. لا بلا التمانو سبع الاف جوهر شباب، يعني كان تقريبا حرقنا لا كان معنا 4800 هلا يعني تقريبا لحد الان معنا 8000 جوهر شباب، اوكي يلا ليتس جو. ان شاء الله شي قناع بيض، بدنا قناع معلم حبيبي والله نايس قناع اسطوره. كمان هون 5000 حق دور العاديات ال شو اسمها هي البيض التمانو يا اخي، ليش هيك؟ اعطونا حجر على القلة يا الله، لحد الان ولا حجر شباب، لحد الان ولا حجر شو هاد. بس اهم شيء شباب اهم شيء وشي باللوز امنا هذا شباب. طبعا شباب انا الصراحه بدي اجيب هاد معنا 5000 جوهر، خلينا نشوف بعد شوي شو راح يصير معنا شباب. يلا لنشوف شباب، يلا معلم يلا يا زلمه اعطينا شيء قناع يخرب بيت سنتك. نفس الشيء هي اللفه هي ما فيها اقنعه معروفه، لا والله فيها حجر ظلمنا بس ولكن شباب هي خمسه هون اوه حلو والله نغط امننا شباب، بدنا قناع هيك واحد نقدر نامن السكنين اللي نبدي حابب اجيبهم شباب. يا اخي ليش هيك؟ يا اخي ليش هيك الحظ بيض؟ يا اخي ليش هيك؟ يا اخي والله حرام. حلو قناع كفو، حلو كثير حلو معلم، هيك عملنا القناع شباب اوكي حبيبي والله. طبعا شباب هذا بس والله الصراحه يا شباب يعني ما بعرف شو بداخلكم، يعني هذا يعني شيء باللوز شيء باللوز اللوز شباب، تفرجوا معي هذا يعني بالنسبه لي والله ما بعرف شباب، يعني الشيء الحلو بالسكين هذه الاشياء والالوان شباب. سوري خلينا نكمل شباب الحرق، نحرق ابو الحاضنه ليتس جو.
يلا بدنا شي قناع معلم، شي او حجر. هلا بالزمة يعني حجر معلم، رجع اعطونا قناع، اعطينا حجر معلم، بدنا حجر. الله يرضى عليك، بدي زم يعني حجر يعني. على القليل بليس يا اخي. شو هاد؟ وات؟ لا 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 شباب، شباب اذا عندكم شي طريقه الله يسعدكم شباب قولوا لنا، هيك كيف نجيب، كيف اشرح لكم يعني نحصل على جواهر شباب، يعني بليس جواهر يعني ليش بيحطونا، ليش في تقنيه على شباب وما في جوهر، واحد جوهره بس. هيدخل على الثانيه هنا، والله نفس الشيء هنا كمان نفس الشيء. اوكي يلا حبيبي والله. ابلع حجر، نايس، اعطونا حجر ثاني، اعطينا حجر ثاني يا وسخ. ما في ما في شباب، ما في، ما راح يعطينا حجر ثاني، ما راح يعطينا حجر ثاني شباب. ليك شباب راح نعمل اخر محاوله شباب، اوكي نعمل اخر محاوله يا اساطير، تمام نشحن بس يعني هيك ضربه الاخيره، فهمتوا علي؟ يمكن يطلع لنا شيء حجر، فهمتوا علي كيف؟ فهمتوا علي؟ فهمتوا علي كيف شباب؟ يعني هيك هيك ضربة يعني بيطلع لنا شيء حجر. اخنا يا اخي، ما بدنا 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 حجر. يعني والله شباب الصراحة أنا لحد المحتار شباب، عنا هون 11 حجر شباب من قبل وستة أقنعة، تمام؟ ويعني يعني يعني شيء لاحظته بدل الحرق الحاضر يا شباب، ما طلع لي ولا حجر، يعني كم حجر طلع لي يعني شباب؟ ليش هيك الحظ بيض في بيض في بيض في بيض ليديز أند جنتلمان؟ والله شباب يعني محتار، محتار بين أجيب يعني ما أعرف والله الصراحة شباب، بين هذا ولا هذا ولا هذا، يعني الصراحة يعني يعني والله اي دونت نو شباب، والله اي دونت نو شباب، احتار شو بدنا نجيب شباب. هذا يعني حلو، هذا يعني بالنسبه، هذا بالنسبه يعني هذا احلى شيء يعني حلو، فهمتوا علي كيف؟ هذا شينوبي، ولكن هذا شباب حلبة اللهب الشينوبي كمان يعني حلو مو حلو، بس ولكن شوفوا حذاءه شباب، حذاءه بيض شباب، الحذاء بالحضن بيض شباب، شوفوا شكله يعني الصراحه ما اعرف، ما اعرف شباب ما اعرف. لهيك شباب حبايبنا راح اجيب هذا، تمام خلينا نجيب هذا يا اساطير، اوكي يا بوي نرجع لك شوي، و الصراحه يعني خلينا نجيب هذا كمان شباب، خلينا نجيب هذا كمان يا اساطير، نجيب اغلى اثنين شباب، اوكي لانه حبايبنا راح ينزل اكيد توب اب، اوكي اكيد راح ينزل توب اب ايزي فريزي، وراح نجيب هذا. لا والله بيلزمنا بس حجر واحد شباب، بيلزمنا حجر واحد يعني راح نجيب ان شاء الله نضرب من بعد ونجيب الحجر الباقي. والله تعال خلينا كم معنا نشوف، هاي حزبت حزبت شباب شايفين؟ اوكي لنجيب هذاك شباب على الروق، راح نجيب هذا اول ما نجيب حجر حبايبي. بينما هذا الشباب شو باقيان؟ شو باقيان شباب؟ هذا الازرق صراحه ما عجبني كثير الازرق، اوكي الاكثر شيء عجبوني هذول الاثنين صراحه شباب حصلنا عليهم. لكن شباب خلينا ندخل وندخل نجربهم حبايبنا الكرام، ليتس جو. طبعا شباب كثير متحمس يعني للوضع هذا، اوكي خلينا نفتح الاثنين شباب، لا هذا نفتحه بعد شوي. التمانو 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 شباب، يعني انا الصراحه خلينا ندخل نجربه شباب، ندخل نجربه ندخل نجربه، مع اني جربته من خمس ايام بس، ولكن شباب الان احنا بسيرفرنا وحسابي يعني شعور غير، الشعور غير ليديز اند جنتلمان حبايبنا. السكن يا بوي يعني شوفوا، يا سلام عليك، تفرجوا شباب تفرجوا 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 يا اساطير، شيء مرتب صراحة شيء حلو. طبعا شباب نسيت اشرح لكم شيء بهذا السكين، طبعا شباب هذا السكين بنقدر نخفي الحقيبة، تمام هلا باينة هون الحقيبة شباب طالعة، بس ولكن يعني نقدر نخفيها باللعب، يعني نفرجيكم بشكل سريع حبايبنا، اوكي لازم نفرجيكم شباب، لازم نفرجيكم حبايبي. نطلع الشخصية نجي لهون، هون شباب هون عندنا شيء زر اللي اسمه الحقيبة هون، شايف وين؟ هون شايفين هون يا شباب، نعمل لكم زوم، اوكي هذا هو هيك بنقدر نخفي الحقيبه شباب، هي ميزه حلوه تمام. تيسير خاصه اثناء القتال يخفي السترات الواقيه، يعني هيك شباب يعني الحقيبه مش مزعج شباب، هيك يبقى الليب يعني اذا رح نلعب السكين يبقى هيك شكله لوز لوز. يلا ندخل شباب نشوف وضع شباب التدريب كيف اللعب ليديز اند جلت، ليتس جو برو. نرجع رجع حال شوي على اليمين حبيبي والله، ليتس جو. اوكي شباب هذا هو يا ساتير، جبنا الشتكن، نجيب الشتكن الشتكن شباب، وننزل نبربر بهذا السكين الجديد يا بوي. يا اخي والله شينوبي شي مرتب شباب، تفرجوا معي يا بوي يا بوي. معلم 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 حبيبي والله، شو بك شو بك عم تبربر؟ شو بك عم تبربر يا وسخ؟ هوب 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 هوب.
هدول معلم محميانين من الصبح معلم. هذا حميان معلم. طولي بالك طولي بالك. جيتك جيتك جيتك. تعالوا تعال 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 هذا بربرجي معلم. هذا بربرجي أصلا. بربرجي. حسيت بالبربرة معلم. حسيت الشيطان البربرجي. حسيت والله حسيت. تعالوا تعال زائد الشاب سو شباب راح ندخل نجرب بشكل سريع كيلي. نجي لهون ونجرب السكين شباب للبنت. طبعا نفس الشباب نقدر نخفي الحقيبة وكل شيء تمام. لوز اللوز خلينا ندخل نجرب السكين للبنت. اوكي سكين البنت مو سكين سكين البنت. لا ايه جرب سكين شخصية البنت. اوكي طبعا شباب لا تاخذوني اذا بحكي كثير. بحب يعني هيك من متشوق ومتحمس يعني من حماس الفل. خلينا هالمرة شباب نحط شو رايكم نجيب والله نلعب السنايبر شباب. شو رايكم؟ خلينا نجيب دبل سنايبر شباب. خلينا احنا نجيب السنايبر معلم. روح يا جماعه. خلينا ندخلهم بالدبل سنايبر شباب. نبربرهم شوي بالسنايبر. هاي التمانو شباب. طبعا سكين البنت كمان شكل البنت شباب ماشي بوشي كمان حلو. لوز اللوز لوز اللوز لوز اللوز برو 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 برو. هاي التمانو وينهم شباب؟ طبعا شباب انا متحمس راح استعرض لكم اول شيء الاثنين. اوكي السكنين عاديات كاملات. ومن بعد راح نستعرض لكم نستعرض لكم شباب منتظر له شباب. ويلي تعلقت ابلع ولك يا سلام. شباب شوفوا لاحظتوا معي لما بقتل كلات كثيره من خلف بيصير يعني لاحظوا معي طول بالكم. هلا مطفيه لما بجيب كلات من الورا بيشتعل شباب يعني عن جد خاصيته هذا السكن الحاضن هي لاحظت معي. شوفوا كيف يطلع لما بجيب كيل بيطلع هيك من ورا بيطلع هيك علامه حمراء ولا شايفين معي كيف هو من خلف ورا الحبيبه. شايفين شباب كيف يصير بقتل كلات معلم. شباب لاحظتوا معي كيف؟ لا يا شباب خلينا نروح نجرب السكين الاحمر شباب. ليز انجل يلا سطير. خلينا نرجع على شخصيه ماكسيم. اين هي شخصيه ماسكي ماكسيم شباب؟ انا بحب دائما استخدم شخصيه ماكسيم. وين شخصيه ماكسيم؟ ليب بوي. ندخل على الخزنه نجي لهون ندخل على الباقه يا سطير ونفتح ابو الثاني هذا شاب الاحمر. اوكي شباب يا بوي هذا الاحمر حبايبنا وندخل نشوف شكله بالتدريب. طبعا شباب هلا راح نجرب شيء مهم بهالتدريب شباب. راح نشوف شكل الظهر كيف راح يكون لما نجيب كيلات. طبعا هون شباب حاطط انا حاطط شيء حلو اللي حاطط السيف الاحمر. ما بعرف اذا لاحظتوا معي شايفين كيف شباب يعني طالع كله احمر باحمر وشيء لوس لوس بس القبضه طالعه زرقاء بس نو بروبلم. خلينا نشوف الشكل كيف راح يكون شباب بالخلف لما نقتل الكيل. اوكي عالي يا جميل عالي برو وينكم؟ وينكم شباب؟ وينكم يا ستير؟ وينكم جايز؟ وينهم هذول؟ معلم! حبيبي والله بربرجي ما يموت! اوبا! ماشي كيف ترى صار كله احمر باحمر شباب. شعلات نار الدم يعني قتلتي معلم دمي كانت 20. شوفوا الشباب شعلات ونارات. شوفوا ركزوا معي. وي يا سلام عليكم ليديز اند جنتلمان حبايبي. الان الشباب راح نجرب الشيء اللي منتظره يعني كثير اني مثل كل مرة شباب رح ندخل على الشخصية نرجع على الخزنة نجي لا حركة بالهون. اوكي طبعا
الحذاء لازم نغيره شباب. مثل ما انتم شايفين حبايبي عدلنا الحذاء اوكي، وانا راح نحط الشيء اللي بتحبوه دائما حبايبي. اوبا ليديز اند جنتلمان حبايبي، مثل ما انتم شايفين الان صار الوضع لوز اللوز حبايبي. ليك راح ندخل نشوف السكن بشكل سريع ونفرجي الاساطير يا بوي. تعالوا تعال 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 يا جميل تعال. شباب اعطوني لكم بالتعليقات شو رايكم بهالتشكيله الاسطوريه اوكي. سكن لوز اللوز تفرجوا معي يعني عن جد شيء نو كومنت صراحه نو كومنت. سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم شباب. شو عجبكم مقطع يا اساطير؟ بتمنى لكم سهره جميله وكل شيء تمام، وجمعه مبارك عليكم حبايبنا. و مثل ما اتفقنا لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتاجات اوكي. نشوفكم على خير، تشاو.